انت شو اللي عم تساوي؟ انا سألت عنها. مظبوط، هي جاسوسة ويمكن ما يكون اسمها سيدرا من اساسه. مجد طلع فيني. شبك؟ ليش وطيت راسك هيك؟ يعني البنت ضحكت علي، يعني قدرت تكذب علي ببساطة. مو بس عليك، كذبت علينا كلنا. مين كان بيتوقع هيك؟ بس على الأقل ما ضرتنا. ارفع راسك، لأنه ما في شي بالكون بيخليك توطي. يلي صار هو درس لنتعلم إنه ما نوثق بمين من كان. أكيد بنتعلم. سعيد، تعرضنا لهجوم من شوي وخطفوا للسافل بلال. هذا الزلمة لأمتى رح يضل هربان مني؟ لو وين ما راح مرجوعه لعندي، يا لحاله أو بيرجع مع الناس اللي أخذوه منك. علي رضا واثق بحاله، بس انتي ليش واثقة فيه كل هالقد؟ هذا اللي ماني فهمانه. يمكن هذا الشي اللي عم حاول افهمه انا كمان سعيد. قديش وبمين بقدر اعطي ثقتي الكاملة؟ لا تضيع لي وقتي، استعجل يلا. شوف، هاد موقف السيارات اللي كان بينزل فيه أبوك بين الفترة والتانية. شايف التاريخ؟ 12 كانون الأول 2012. إمتى توفى أبوك؟ 12 كانون الأول 2012. إيه، يعني هالفيديو تصور قبل ما يموت بكم ساعة. شوف المكان. طيب، أوتيل بوغاز اسطنبول. مو معقول، مستحيل يكون باسطنبول. ليش هنن وين قالوا لك مات؟ رحنا أنا وأمي وجبناه من هاطاي. يا مضطرب. أحلى كذبة هي اللي فيها جزء من الحقيقة. تخريف هاد. معناتها تابع منيح لنشوف مين هو عزرائيل أبوك الله يرحمه. سعيد بذات نفسه. مثل ما عم تشوف، سعيد هو اللي قوصه. بنفس الليلة بعتوا جسته على هاطاي، يعني قاتل أبوك هو الختيار. انت حياتي كلها.
أمي شو صار لك؟ أمي حبيبتي لو سمحتي أمي، أمي خلص لو سمحتي. قولي لي بقى شو الموضوع؟ أمي مثل ما أنت عملت أنا كمان وفيت بوعدي، سلمتك قاتل أبوك وعرضي لساته ساري، نحن اتنين فينا نحارب ضد الختيار مع بعض. انت ما وقفت بوش الختيار بسبب هالقصة، لمصلحة مين عم تشتغل قول؟ إذا صرنا إيد واحدة عن جد وبلشنا نوثق ببعض، وقت صدقني رح أحكي لك كل شي، أنت رح تعرف كل شي، وعد كل شي. روح على بيتك بلال، أو وين ما كنت عايش خليني أفكر وبتصل فيك. معناها ناطرك. أخي شو الموضوع؟ ليش تركته لهذا؟ وين رح يروح؟ ابني فريد عنده حق، ليش تركته وليش لحتى تصدقه لهذا الواطي؟ ماني مصدق شو هالحكي عمي، بس هالفيديو حقيقي، ولما انذكر اسم أبي شفت الغضب يلي بعيونه. انت كمان حضرت الفيديو، هي يلي قتلته. أخي انت شو عم تقول؟ شو علاقة أبوك؟ شو الموضوع؟ فريد روقنا شوي هلأ، أنا بحكي لك بعدين. علي رضا شوف الباقيين على عيني، بس هالختيار غير. المخلوقة عم تتفتل بكل رياحة كأنه هي كاتبة القانون، قوتها معروفة. إذا حولت المسدس ما رح اسمح لها بحياتها تحوله علينا عمي. أنا رح كون قريب منها، أقرب مخلوق لها. مين هي؟ شو قصتها؟ شو الأسرار اللي عندها؟ رح نعرفهم كلهم واحد واحد، وبس يجي الوقت رح أقتلها. تكون كبيرة ومهمة قد ما بدها، ما رح تفرق معي بنوب. رصاصة واحدة براسها بتكفي لحتى تموت. أنا قريب منها مثل ما الرصاصة قريبة. عندي مخطط ورح أنهيها فيه. ايه يا اختي. علي رضا لو سمحت فيك تجي هالبيت دغري؟ شو صاير؟ شو في؟ امي يعني ما لها منيحه، تصرفاتها غريبه، بس توصل بحكي لك شو الموضوع. طيب جاي لعندكم. شو يا تايلر؟ وينو بابا ابني؟ وينو ابوك؟ مو هون؟ ابوك مو هون وانت سارح. يا الله شو هالزلم، هدول لك فكرات؟ إذا بتذبحهم ما بيطلع منهم نقطة دم؟ يعني
بس متوحشين شوي. ولك قلنا كل هالوقت قاعدين هون كلمة ما حكوا معنا. أحسن أحسن، لا تخاف غير من هدول. طبعا أخي، يعني لا تخاف إلا من يلي بيسكت. أنت عم تلطشني حكي ولا؟ يعني أنا جرار؟ كيف؟ يحطوني بس للحكي الفاضي؟ أنا واحد لتات، أنت هيك بتقصد ما؟ ولا شو بتقصد ولا؟ أنت بتحط بقلبك وما بتحكي بنوب. لك يلي بيسمعك بيصدق، لأنه الوحيد يلي ما بخبي عليه شي هو حضرتك، وإذا مخبي عليك شي واجئني فيه هلأ. أنت من لما حلقت شواربك أخلاقك انتزعت. شو علاقة الحكي بالشوارب؟ حبيبي إذا في شي عندك ناقشني فيه، لا تقعد تحكي لي حكي فاضي وتوجع لي راسي، لأنه مالي ناقصك بنوب. ها؟ تايلر تعال تعال عند أبوك. تعال. عفارم عليك عفارم. شو وينك سيد بلال؟ سمعت علي رضا أخذك وسلمك للختيار كمان. موضوع طويل بس ما في مشاكل، خلينا نقول إنه حكينا عن انفراد. حكيته؟ إيه. طيب شو صار؟ قبل بالعرض تبعك؟ ما وافق لسه، بس رح يوافق. ضل شوي رح تنحل. أنت متأكد؟ ليك هداك شوفير التاكسي غدارها، شكله هادي ورايق بس مثل التعلب ما بيتأمن له. إذا هو عنده حساباته نحن كمان عنا حساباتنا. الخطة مكملة مثل ما هي براق. لازم تكون خطتك محبوكة سيد بلال، ما عاد في مزح بالمرة. نحن مراهنين بكل شي عليك، ما بدنا نخسر. رح نربح، لأنه أنا القص والقص على طول بيربح. أمي أنت شو عم تعملي هون؟ لكي أنا حكيت مع بابا كمان، تمام؟ أنا ما رح كون معكم لفترة، انسوني. هيك معلمتك تستقبلي أمك؟ ما في مرحبا حتى؟ يعني كان الود ودي إليك تفضلي، بس بعرف بأي غاية أنت هون، وأنا ما بدي أسمع الحكي ذاته كل شوي. طمني عليا ما رح طول كتير، لأني جاية أخدك قدامي لشوف. آه عن جد؟ لكي إليك عندي خبر ما رح روح. عليا اسمعي اطلعي وليه؟ انت زودتي كثير وانا لهلا عم استوعبك. صرنا باخر حياتنا وجاي تفضحينا بالاوتيلات؟ ما عم صدق عيوني، جاي مع حراسك بدك تفضحيني؟ مستعده تجيب جيش كامل بس لحتى يصير اللي بدي اياه. ما تخليني اقول لهم يجروكي من شعرك. قلت لك امشي قدامي ما تطلعي لي خلي اكثر. عليا تمام وقفي، خليني اجيب شنطتي واغراضي على الاقل. لا تجيبي شيء تركيون، الحراس هن بيجيبون. يلا امشي امشي. علي رضا. يا اختي شو الموضوع؟ وين امي؟ باوضتها. اتخانقتوا يعني؟ يا ريت يا ريت تصرخ او تضربني حتى، بس الا كم يوم تصرفاتها مو معقوله. شو قصدك؟ بتطلع من البيت ترجع تعبانه، ما بتطلع من اوضتها وما بتحكي مع حدا. الا كم يوم ما قعدت على السفره كمان، ومن شوي فاتت بنوبه بكي. انت احكي معها لو سمحت، هي بترد عليك. يا الله تمام. طيب هلأ بحكي معه ونفهم شو الموضوع. أمي شو عم تعملي بحالك؟ ليش فاتحة الشباك؟ شو عم يصير؟ أوف ليكي إيديكي. قومي 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 رح تمرضي. تعي مدي رجليكي. فهميني شو عم يصير. خير أمي؟ شغلتي بالنا؟ شوفي ما في شي يا روحي. شو بده يكون يعني؟ كيف يعني ما في شي؟ ليكي حالتك، أختي خايفة عليكي كتير. عم تطلعي من البيت ما عم تقولي لوين رايحة. قومي اطلعي على حالك، شوفي كيف عيونك من البكاء. حكيلي شو وجعك، شو يلي هامك؟ أنا ابنك. لا أنا ما عندي هموم غيركن يا روحي. وبعدين ما رحت لمكان، شفت خالدة وبس. خالدة
أمي طلعي بعيوني، طلعي، أنت مخبية شي عني، شو هو؟ لا يا روحي، مثل ما قلت لك، عم قول لحالي لأمتى رح أعيش وإيدي على قلبي؟ عم ضل خايفة، وكمان شفت كابوس وانزعجت. وعن شو هالكابوس؟ بليلة بيجوا بياخدوك مني. قالوا بدور عليك وما بلاقيك ولا بمكان، ابنه كأنه يعني انشقت الأرض وبلعتك. ليك اطلعي بعيوني، طلعي فيني أمي. لنفرض أنه أخدوني وخبوني عنك، أنا إذا بكون تحت سابع أرض بدي أجي لعندك أمي، ما بتعرفيني يعني؟ مين بيقدر يبعدني عنك؟ مين عنده القوة يعمل هيك؟ شدي لي حالك يا مو. رد عليها ابني، بركي شي بعد شوي بحاكيها. خلص لا مو حلوة، يلا بعدين منحكي أنا وياك بالموضوع. ألو علي رضا، ليش تأخرت؟ عم بستناك. مرقت لعند أمي، بشوفك بعد شوي. تمام. طيب سلم لي على رقية خانم، وإذا في شي مهم خليك عندها، أنا بشوفك بكرة مو مشكلة. ماشي ماشي، معناتها ناطرتك هون. مين عم تستني خالدة؟ ناطرة علي رضا بابا، يمكن نطلع. عادي شوي. شو الموضوع بابا؟ عادي، بدي أحكي معك كلمتين. أول سنة من زواجي أنا وأمك، وقت صارت ذكر زواجنا، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، كنت عم بركض من هون لهون مثل الكلب السلائي، وبعرف إنه مهتمة بذكرى زواجنا السنوية، عم تحضر حالة من تحت لتحت. ما علينا، المسا رجعت شفت الصفرة جاهزة، بس شو صفرة، من الطبخ للحمة المشوية وعلى مد عينك. وكان على جنب فيه مكتوب، فتحته قريته، أمك مبهدلتني وتاركتني. كيف يعني لأنك نسيانه؟ يعني فكرتني نسيانه، بس مو هي الحقيقة طبعا. كنت متقوس وكنت عم عالج الجرح، وقالوا لي رح تضل عنا الليلة، قلت له لا ما رح أضل، وطلعت اجيت على البيت بس طبعا متأخر، ولما أمك دريت رجعت بإيديها ورجليها على البيت مشان تدير بالها علي، ومن غير ما تشيل عيونها من عيوني على شوي رح تنيمني بحضنها وعالجتني. وبتعرفي شو صار بعد ما طبت؟ رجعت تركتني. ليش؟ لأنه تعبت من أنه تعمل كل شيء لحالها خالدة، هذا اللي قريته بالمكتوب. أنا كتير حبيت أمك، وهي كمان حبتني من قلبها، بس أنا بسبب حياتي ومغامراتي عيشت أيام سودة. أنا كتير تعبتها، يعني اللي بدي أوصل لك إياه، فكري منيح خالدة، فكري منيح. أمك كانت ست قديمة، إجت على حالها، صبرت،
وتحملت، بس انت مانك هيك، انت ما رح ترضي بالقليل، ما رضيتي بحياتك. بابا أنا فهمانة عليك، بس مو هلأ قلتلي إنك حبيتها لماما كتير، برأيي هاد هو الجواب، وأنا بدي أكون مبسوطة من قلبي، وهالشي ما ممكن غير مع واحد كتير بحبه. بس بابا أنا هيك مبسوطة، شو حيصير لأمتى بتستمر هالسعادة؟ ما بعرف، بس ما بينعاش باحتمال إنه بأي لحظة ممكن يصير أي شيء، هالشعور ما بينتهى. بابا فوتي لشوف، فوتي طول الطريق وانت عم تلعي وجعتي لي راسي يا بنت. رح احكي طبعا ورح ضل احكي. قصدك لك خلصنا من كل شيء وهلا بلشتي بالعنف؟ بابا ممكن تقول لماما شيء؟ اجت على الاوتيل مع ثلاثه كل واحد مثل الحيط وجرتني وراها لهون. عليا بكفي بقى، امك عملت منيح. ما عم صدق بابا انت كان كمان؟ بدك اياني اسمح لك تضلي هيك مع براق بالاوتيلات؟ احمدي ربك انه امك لقيتك قبلي، لو لقيتك كان صار شيء ما بيعجبك ابدا. بابا ولا كلمه. اصحك مره تانيه، اذا بتخطي خطوه وحده برات البيت يا ويلك مني. انسي براق، ما رح اسمح لك تشوفي وشه كمان. وهلا اطلعي على اوضتك. برافو ساويتي بابا كمان مثلك. عم بستنى هاللحظة من زمان، عن جد هالكلمتين كانوا بمكانهم. برافو عليك مدحت، بتستاهلهم لأنك كتير غلطانة. والله يمكن أنت كمان بحاجة لهيك كلمتين يا ملك خانم. بفضلك السيد مراد تراجع من أنه يترك كرسي لأخوه براق. أنا متأكد بأنه إلك إيد بهذا الموضوع يا ست ملك، متأكد. بس بدي أعرف شلون عميتي على عيونه لمراد. حياتي ما في حدا بهالدنيا أعمى لدرجة إنه ما يحب يشوف الحقيقة بعيونه. كل القصة إنه خليت مراد يشوف الحقيقة، وهو أصلاً كان رضيان باللي عم يصير وقبلانه. ملك تعرفي بشوف فكر أحياناً أنا؟ بأنه حضرتك أخطر من كل الموجودين حوالي. قلت لي إنك حكيت مع أمك، ما في شيء مو منيح مو هيك؟ هي عم تقول إنه ما في، بس أنا ما صدقتها بنوب. أمي وحافظة في شي جواتها وساكتة، هي ما بتوصل للحالة بالسهل. بتكون خايفة عليك وبرأيي لازم تفهمها. هي هيك قالت لك؟ ما قالت لي شي، بس هذا الواضح. طيب شو قالت لك؟ أنتوا التقيتوا اليوم، شو حكيتوا؟ حكينا شوي بس فضفضة كانت بيناتنا. مشغول بالي عليك، وينك شو عم تعمل، صار معك شي؟ ما في شي مهم لحتى قلك يا. يعني ما في شي تاني؟ ما في بنوب. بابا حكى معي اليوم وحكى معي كمان هداك اليوم،
كرمال يصير شي رسمي بيننا. إذا بتتذكر سألتك من قبل وحكينا بنفس الموضوع، بس أنت سكتت وما جاوبتني. ما سكتت خالدة، جاني شغل وطلعت. سكتت لما رن تليفونك، اعتبرتها فرصة وهربت. ليش لحتى أهرب خالدة؟ ما بعرف، هذا اللي بدي أعرفه أنا كمان. مدام ما هربت معناها فيك تجاوبني هلأ. تمام، شو كان السؤال بالضبط؟ عن الزواج، بشو عم بتفكر؟ عن تأسيس العيلة، عن إنه نصير واحد، عن إنه نتزوج. نحن ما حكينا بهالموضوع، بس اللي بعلاقة بيحكوا بهالموضوع بالعادة. ما خالدة، انت بتعرفي أنا شو بحس اتجاهك. صح ممكن أنا ما أكون بذكر هذا الشيء كتير قدامك، بس أنا كل اللي شاغل تفكيري هي انت وبتعرفي. لا ما بعرف، مو قدراني اتأكد. غالبية الوقت بحس عقلك مخربط، كأنه عقلك بمكان تاني، كأنه مو مهتم على أنه يكون إلنا مستقبل أنا وياك. خالدة، أنا ما بعرف أحكي بهالشغلات بالعادة، وما بلاقيها مناسبة. يعني يلي الله كاتبه بده يصير. ليك كمان مو قدران تجاوبني؟ يعني مالي عم قلك خلينا نتزوج بكرة وفورا، بس شو فيها لو قلت لي إيه حبيبتي أنا كمان بدي نكون سوا، نأسس عيلة ونتزوج؟ شو رح يصير؟ شو رح يصير؟ شو اللي مانعك؟ ليش مو قدران تقلي هذا الحكي معقول؟ واضح إنه ما بدك، يعني ما في أي أحلام بتخصني براسك. لو ما بتتصل وأسأل عنك أنت ما رح تتصل فيني كمان، واضحة. خالدة، من وين طلعت هالسيرة هلأ؟ ليش عصبتي كل هالقد؟ هيك انسى، أنا ماشية. خالدة، خالدة استني، لوين رايحة؟ شو خصك؟ على أساس أنه أنا كتير بهمك يعني؟ ببساطة بتحمل حالك وأنت معي وبتتركني، وفي الصبح ما بشوفك، بتتصل ما بترد علي، وما بترجع بتتصل فيني لتطلع روحي. لو ما بقلك تعال ما بتجي. أنا عايشة هالعلاقة من طرف واحد وبس، مو أكتر. خالدة عم تبالغي، شو علاقة هالشي؟ علاقة كتير كبيرة. لك أنا إذا ما بحوم حواليك أنت مالك شايفني بنوب؟ وين أنا؟ شو حالتي؟ ما بتقلق علي؟ علي رضا ما عم بفهم. تمام، تعي نقعد لحتى نحكي فيهم كلهم، تعي. تمام يلا، ليكني واقفة احكي، ليكني ناطرة احكي. روح رد على تليفونك، انت عندك اشغال اهم مني ومن علاقتنا ومننا كلنا. انت طلبتي نلتقي كرمال نتخانق، فهمان عليكي. هلا هذا اللي فهمته من كل حديثي؟ عن جد مالي ملاقية كلمة إلك ياها بقى. طيب طيب، خليني انا وصلك على الأقل. ما تعيب حالك، بروح لحالي. نعم يا آغا. علي رضا، حكيت مع سعيد هلأ، قال بلال هرب. أنا هربته آغا. أنت شو عم تقول علي رضا؟ رح أحكي لك كل شي، لا تشغل بالك. صباح الخير. لإمتى رح تضل قاعد هيك؟ تحرك شوي، الرياضة مهمة. الحركة اللي بحياتنا ما بتكفي يعني؟ لا، هذا شي وهذا شي. وصلت لقرار؟ عم تقول نحارب ضد الختيار مع بعضنا. طيب ماشي، بس الختيار قوة فوق الكل وفوق كل شي كمان. انت بمين شادت ظهرك؟ بمين؟
بالبداية بحالي، بعدين عندي شخص مثلك متفق معي وممكن ينضم لنا ناس تانين. يعني شوف، أول شيء أنت رح تدخلني وهيك منكون فتحنا ثغرة كبيرة بالقلعة تبعهم. بفهم منك بدك تدخل على المجلس وتقعد على الطاولة بالحرف الواحد. شو؟ نيناتنا بدنا الختيار، وهذا الشيء مانو سهل، لهيك رح نبلش من العمق وعلى أقل من مهلنا. بالوقت اللي هي راكدة بدها تقتلك أنت عم تفكر تقعد على الطاولة، معناتها في شغلات براسك. في أحكي. في وقف باسم هزار خانم، ومن خلال هذا الوقف بيبعتوا السلاح والمصاري للشرق الأوسط بحجة المساعدة، وعن قريب في نقلة كبيرة كتير، وهلأ هي هون كرمال هيك. بعد فترة السلاح رح يوصل على الشرق الأوسط والختيار رح يعلن السلام، وبالمقابل رح يكون عنده امتيازات. بس لأجل الصدفة هداك السلاح مكانه صار الهوى اللي عم يلعب فيه، راح اختفى. كيف يعني؟ انت اخذته طبعا. اذا لازم كون صريح، كان في مين عم ينفذ عني؟ بقلك الاسم، بس بالاول لازم تقنع الختيار بدها تقبلني على هديك الطاولة. اصلا الشبهات عم تحوم حوالي، اذا رحت بهيك عرض لعندهم رح يكشفوا انه انا اللي هربتك. صدقني لما تعرف انه السلاح راح من ايدي رح توافق على اي حل بيتقدم له. معناتها ليش مورطني اللي انت قدم له العرض؟ وانا شو عم بعمل اصلا؟ ليكني عم فاصلها، ما هيك؟ انت سيف المجلس، وانت والختيار صرتوا واحد، صح كلامي؟ هزار خانو. شو في سعيد؟ ألو؟ ألو هزار، أنا وقفت النقلة. داهم المينا. كيف؟ مين؟ أكيد بلال. ما منعرف لسه، ما في معلومات، بس الحاويات تفضلت على آخر. حكمت جاية لعندكم، خلينا نحكي بهاي المسألة وش لوش بيكون أفضل. خبر الكل في اجتماع. الوكيل اتصل وبده يحاكيكي. رايحين لعنده لنشوفه. مو على الفاضي قالوها، الخبر البشع بينتشر بسرعة. اي نعم تمام جاي. شو عم يقول؟ البضاعة طارت من المينا، ما هيك؟ رح اتصل فيك. خبرني لك. أخذتوا البضاعة؟ سيد بلال حبيبي لا تسألني أسئلة معروف جوابها. قال شو أخذتوا البضاعة؟ ليك على هالسؤال ليه؟ شو عم يسألك؟ أخذتوا البضاعة. قل له يشوف شغله هلأ. سيد بلال إذا أنا دقيت على صدري مشان حل القصة اعتبرها انحلت وخلصنا. حلو، نحن صادرنا البضاعة. إما يبلو على هالصفة، ناطرين منك الأخبار الحلوة. ممتاز. بالمناسبة علي رضا بلع الطعم. استنى مني خبر براق، أنا رح قلك لمين تسلم البضاعة. يلا لشوف يا معلم، عم استنى تليفونك. شو هاد؟ ايه وشو صار هلا؟ ما بعرف من وين اجتني هاي الرياحة يا فيكو. ما أناك حاسس مثلي أنت كمان؟ يعني وين كنا وين صرنا؟ ضربة حلوة، صحينا هبنا بضاعة العالم بس ولو الشغل شغل. حلو حلو، بس هذا اللي اسمه بلال أفندي مزبوط اسمه بلال ما؟ أنا ماني واثق فيه بصراحة. وأنا مثلك ما برتاح له. إذا بدك الحقيقة أنا ما عدت واثق بحدا بنوف فكرات، وأنت فكر مثلهم، هنن كمان ما رح يقدروا يوثقوا فينا. نحن عم نلعب لحالنا يا فكرات،
خلي اللي عم يشوفنا يرتعب وهو عم يتفرج. شف لي على هالإطلالة ولا أروع. ما تبلى هالصفة. خير متحت، وين رايح؟ هزار خانم بعتت ورانا، بدنا نجتمع على السريع. شو الشيء الضروري كل هالقد؟ القصة كبيرة، في ناس نهبوا بضاعته للختيار. واللي صار من ضمن مسؤولياتك ولا شو متحت؟ لا، هي مسؤوليته لحكمت، بس مع هيك لازم نلاقيهم، لأنه ممكن يوصل البلة دقنا، وحكمت حيكون كمان بالاجتماع. أنا كمان رح أجي، أصلاً صار لي زمان كتير ما شفتها لخالدة، فبروح وبتطمن عليها. أنا متأكد ما بدك تشوفي خالدة. أنت بدك تشوفي هزار، مزبوط؟ مالي مقتولة على شوفتها لهزار، أنا بس حابة أعرف اللي جوات راسها مو أكتر، لأنه مستقبلنا صار على المحك. رح غير تيابي. حبيبتي ثانية بس. شو عم تعمل؟ واو. عن جد كتير حلو، بس ما نو أحلم منك. شو صار؟ يعني أنت جاي بهدية لتسكت مرتك؟ أكيد. طيب هدية أعصابك ولا لسه؟ يعني لساتني أخذ على خاطري شوي. بس مو لدرجة إنه أنسى فيه عيد الحب. عن جد كتير حلو، صار أحلى لما لبستي. يا ريت لو كنت مثل زمان دائما تضل تعمل لي مفاجآت. بعرف انت ما بتحبي هالنوع من اللقاءات هزار خانم، بس كنت مضطر. عم بسمعك قول. تأخر موعد التسليم المحدد للبضاعة، بس اللي عرفته انه تأجل، وهالشي خوفنا كتير. اذا ما قدرنا نوصلهم بالوقت المحدد، حضرتك ادرى باللي رح يصير فينا وقتها. انا يلي بعرف موازين الدولة يلي حضرتك مسؤول فيها ممكن تتغير. بتتغير، منخسر قوة، وإذا نحن خسرنا قوة حضرتكم بتخسروا كمان. لما حضرت جنابك ما كنت لسه خلقان، أنا يلي كونت هالموازين وما رح أسمح لحدا يتدخل فيه. البضاعة رح توصل لوجهتها بالوقت المحدد، طول بالك، ريلاكس.